ناقص على هذه ما كلها دنيا خربانة. اقول لك بندق مرتك زين عشان شيء وراه علوم. بندق شوف وين كنا لما راجع جايين المره الماضيه من 6 اشهر، مكان خضار. شوف الحين كيف سبحانه. وين بنوقف بايشلنا؟ هو يقول لي تعال. لا يا رجال صل على النبي، هذا بيطلعني بمره شكله. ختم ها؟ ختم بالعمانيين مره توقيع الله يسعد الله يسعدكم يا رب. الله يسعدكم. وصلنا الى منفذ الحديثه يا رب. اللهم لك الحمد. ساعه واحده الحين الظهر، والمسافه بالضبط 2530 تقريبا، 2530 كيلو. طبعا الجميل يا ربع هني منتجينا باتجاه الغرب، ما في 50 الحرارة بس 40 بس. الحين الساعة 1 الظهرية حرارة 40، ما دي واضحة معكم ولا لا؟ 40. وين 56 راحت؟ الحمد لله. لا كل ما نتجه صوب الشام كل ما الحرارة تكون أقل. الحمد لله رب العالمين يا رب. هذا المنفذ الحديث الظاهر بعد ما جاهز. السلام عليكم ورحمة الله. يلا حي الربع، ايش اخباركم؟ يعطيكم العافية. خلصنا من الحديثة، منفذ الحديثة السعودي. يا الله عذاب، في مشكلة في الأشعة، كانت 3 مرات أرد أشعة بس هانت الحمد لله، بس والله تأخرنا كثير عشان كذا ما بيمدينا نطلع من العمري اليوم. طبعا دخلنا ساحة تفتيش العمري المبدئية، منفذ العمري تابع لمملكة الأردن أو المملكة الأردنية الهاشمية. ما أتوقع يمدينا لأن بعد ساعة خلاص يسكر الجمارك. حاليا الساعة 6 المساء توقيت المملكة، فما يمدينا احتمال بكره باذن الله تعالى. طبعا الشباب العمانيين وصلوا لاني تاخرت انا كثير، فتلاقينا في الحديثه. هذا لك سياراتهم، هذيك واحده ثنتين والثالثه جايه في الدرب. الله يسر عليهم. زين حصلت لي ربع انت 10 ارباعه. يلا ربكم يسر. الحمد لله على كل حال. وصلوا الربع، وصلوا. اي والله غاية الغداء يا ربع ما تغدينا، بس عاد بنشوف وش الوضع هني عشان نخلص ندش داخل نضبط هو غدا وهو عشاء بنروح لهناك باذن الله. يلا الحمد لله. ابشركم خلصنا يا ربع التفتيش المبدئي للمرسلات، ما طولنا نص ساعة خلصنا، والحين الى داخل المنفذ الحمد لله رب العالمين. وش تتوقع نطلع اليوم يمدينا ولا وش رايكم؟ يلا حي الربع. والله ما ضبطت الامور يا ربع، رحت عند المخلص واعطيته الاوراق قال لي تعالي بكره الساعه 11 الظهر. قلت له ها؟ قال لي 11 الظهر. قلت له صلى على النبي، شو 11 الظهر؟ انا مدمي اليوم ما اطلع. قال لي حبيبي انا الساعه 11 الظهر جايين، ما طلعوا. أوفا. قال لي والله. والحين قال روح مع سيارتك ونام. الله يعين، بتيسر الأمور إن شاء الله. شوف الشباب وش يدولهم، ما أدري أوقف هني، وقف مع الناقلات ما أدري ليش، كأنهم أصدقائي. ما أدري الشباب، أعوذ بالله، طلعت خربانة ذي، جالس أشتغل فيها و ادري ما تنفع هذي، طلع غير عين الله. هي ناقص على هذه ما كلها دنيا خربانه. شوف شباب ما ادري وين وقفوا والله، بس انا موقف عند الناقلات، ما ادري شفت الناقلات واقفات يمين ويساري ووقفت معهم ليش ما ادري. الشباب وقفوا جهه ثانيه يمكن عند البرادات. طبعا تركت الشاحنه
جاي مع الشباب عازميننا على غدا، قالوا تعالوا نتغدى سوا. دايم خلنا نضبط الغدا اليوم، قالوا لا اليوم غدا معنا بس ما اشوف حد. السلام عليكم. يلا حي الربع. خليجيين؟ قالوا ايش قال؟ السلام عليكم. قالوا ايش قال؟ حمد لله خليجي. ايش اخباركم؟ كيف الامور؟ ها؟ قال احنا خليجيين ما بندش. وش الاخبار؟ كيف الامور؟ كيف الصحة؟ يعطيكم العافية. باسطين ها؟ ما بتطلعوا اليوم؟ لا بكره. قفلوا الجماعة. باكر ان شاء الله. الله ييسر. الله ييسر. وش ضبطوا لنا؟ والله الشباب يتعبلهم. مرق ها؟ نسوي لك صالونة اليوم. كفو، صالونة ولا مرق؟ نستعمل مرق. بيض الله وجهكم، بيض الله وجهكم. حياكم الله، حياكم الله. وين بتوعدين كم يوم؟ والله يوم اليوم لك بس. اليوم قدام قدام. يقول لك حرف سلوى وانت خاطف عليها مرسدوس. لكن مصيرك ما راح تبعيد. شوف الربعة اكثر من سيارتين ترى صعب. اي والله. شوف عواذر يسوي لها. صدقت صدقت. لا الربعة فعليا اكثر من سيارتين. شو عاد ها؟ هذا بيوقف تكرمون بعد دورة المياه. هذا ما حد ويش. لكن انا بتحزق من سيارة ما طلعت تشتغل، دق عليه وبنته قال احنا بعدك 190 كيلو. قلت خلاص انا اذا حصلت احد بشري سيارة، ما حصلت تراني اترياكم. بيض الله وجهكم. بس من هني. ما ساعدناكم شيء؟ ها؟ اسمع لا الله يسعدكم. بيض الله. العشاء بس. فريش؟ فريش. أول مرة؟ أول مرة. أول مرة في الخط ولا؟ مرة بالخط. والله. وبمرة سوريا؟ مرة سوري. والله كفو عليك يا ذي، كفو عليك. بس اسناني هو العقيد مال خطة سوريا؟ كلهم عقدة، كلهم عقدة. والله كلهم عقدة يا ابو عبد الرحمن. الله يسعدك. مروح سوريا من هنا؟ ايه والله ان شاء الله. امورك طيبة باذن الله تعالى، باذن الله تعالى. التوفيق. شيخ عمر. هلا. اخبارك؟ الحمد لله. كيف الامور؟ طيب. كيف سفرة مصر؟ بتعود تروح؟ حبيبه. يا اخوي انتوا رعايه البرادات، انتوا عز غير عن اللوابد والنواقل ذول. يا اخوي بغيضين وين ما يحلوا. طلع شهرين بالله. ثلاثة اشهر. ثلاثة اي والله. رحلة الشتاء والصيف ذي. اقول لك بن كمرتك زين شيء وراه علوم. بن يا حمد لله عندنا تراك سعيدي. والله صدق انا كم في الخط الحين؟ سنين ولا اذكر يوم من الايام صليته. تبدلعنا يا اخي وش الحركات؟ ها شلوني؟ ها؟ وش رايك؟ مره ما في حيله بس خلاص ابوه الشيف. وغيابك. اوه الشيف خلاص. اوه بعد يغسله وحركات. ليش؟ مره ما يبكي عشان شيء يطلع. قال لك يبان ناكل شيء صحي. حبه يا اخي دلع شغل ذا. صراحه بيض الله وجهك مضبطنا. نعم اني ما اذكر يوم من الايام صليت العيد. تعلم منك. ولا وحده انا رجال العايز. والله العرسيه ذي المره. والله تم طال عمرك. سوريا ان شاء الله. ضرورة على اخر البراد. تم. لكن اخوي انا كله شغل عباس في دباس. ما شروا شغلكم انتم دلع وتضبيط وذا وتصلي العيش. اقول لك الشاه الليبي يا اخوي متفيق ذا. نبى الشاه الليبي. تم الشاه الليبي عز الله. تم متى بتسوى الليله وبين حتى الليله؟ ايه عصبه عصبه الصبح. لازم يشرب ابو باكر الصبح ان شاء الله. لا قاعد ما بيجيك رقاد لين يومين. ما علي حالات شيء. سعيد جاهز؟ جاهز. يلا بسم الله. بيض الله وجهك. كفو يا ذيب كفو. ما شاء الله عليك. دبل غداها عشاء. ما شاء الله ما شاء الله. جبتين انا كنك كثرت. ابدا. جوعانين؟ ما متغدين بس ما اظن بياكلوا وايد. مالك داخلين الجو جو حار. الجو حار يا اخي. جو حار. شؤون السياسيه. عشت 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 ما شاء الله عليك.
مرق ولا صالونة؟ صالونة. أشت أبريش تسموها مرق لازم يا صالونة. بسم الله جزاك الله خير. بيض الله وجهك. هي بنتغدى ولا نتعشتوا؟ فارشين؟ لا خلاص لا لا مبطينا الأربعة مبطينا. أوه هناك قدام المواتر ها؟ بيض الله وجهكم. نغسل؟ الله لا بسم الله الله لا عدا عشيات. عشت بسم الله. ساخن؟ أما جلسة والجو جميل صراحة. جو جميل اللهم لك الحمد. غدا الحراسة. ها؟ سلطة. اي والله. جزاك الله خير. يا سلام. ما شاء الله يا الخير. الله على الريحة. الله يسلم ايدك. يلا بسم الله بسم الله. يلا. يا صباح الورد يا الربع. قدر الله ما شاء فعل. داخل جمارك هذا طالع وهذا داخل والداق والله المستعان. والله تعور الرجل تعور في راسه ذاك الله المستعان. العجلة مصيبة والله العظيم العجلة مصيبة ولا مكان ما في سرعة. بس سبحان الله الحمد لله على السلامة وقدر الله ما شاء فعل الله يحفظهم. وحان وقت فقر الدلع كرشك. يلا هوي يلا يا ابو سلطان. قال ابوي بيبرد. بدينك. سلام راسك حبيب القلب. اليمنيين فحسه زمن لحسه. فحسه ولا لحسه؟ لحسه زمن قحصه. يلا هوي ابو سلطان وينك؟ السلام عليكم يا مساء الورد الربع. شو اخباركم؟ ابشركم خلصنا الحين الساعه 12 الحين الى ابواب الخروج. طبعا العالم واقفه سيدين الا تحصل ناس دي يمين ويسار وما ادري تخش كذا ليه سلامات. شو احسن عن غيرك انت؟ ما العالم كلها صف صف معهم الا ما تحصل واحد يسبب مشكله ليش ما ادري. يلا عين الله. شوف وين راح. في انترلوك ورصيف عبده وراح قدام عجيب. الله المستعان. الله شيء من اللي وادهم صعبين الله يعين بس. الله يصبرنا عليهم ذا الصعبين. بس واحد عفد المجموعة الثانية اكيد بتعفد. طبعا في رصيف يمكن يعني من 20 من 15 الى 20 سنتي ذا الرصيف عادي يقحموه ومحمل يقحم الرصيف عادي. وش الوضع قريب الشباب ليش واقفين؟ حلو ان طلعنا نفس الوقت بس ما ادري سلامات وش صاير معهم. سلامات وش الوضع؟ ما لهم واقفين. وابشركم اخيرا دخلنا يا الربع الى المملكة الاردنية الهاشمية. تحية لأهلنا وأحبتنا في المملكة. يلا حيهم يلا حيهم يلا حي الربع. والله أنا في حرارة شوي معهم 39 39 بس وين 39 وين 55 ولا وش رأيكم؟ هذا الشباب هم واقفين في الاستراحات وانا بظل ماشي. طبعا شباب يوقفوا في استراحة المسافر ضبطوا امورهم اما انا لا بظل ماشي. التقي في جابر منفذ جابر الاردني وفي منفذ نصيب السوري. وصلنا الى محافظة الزرقاء الجميلة وتحية لاهلنا واحبتنا في منطقة الزرقاء. يلا حي الربع يلا حيهم. وهذه جمرك مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة.
يعني ما شاء الله على بساطة البطيخ والشمام طول الطريق ما شاء الله. شوف هناك وهناك وهناك وقبل. بس وين الذكرى لما جينا المرة الماضية؟ خضار على مد البصر وين راح؟ سبحان مغير الأحوال، سبحان الذي يغير ولا يتغير، سبحان الله. شوفوا كيف راح حرارة. الله أكبر. وهذه أشجار الذرة ما شاء الله تبارك الرحمن. ما أدري إذاك باذنجان ولا فليفلة في النص، ما مبين. يا باذنجان يا فليفلة. ما شاء الله تبارك الرحمن غرفان هناك ما شاء الله. هذه منطقة السرحان طبعا. ما شاء الله. ووصلنا إلى الحدود الرابع، اللهم لك الحمد. خلاص هذه الحدود قدامنا. دخلنا الى جمارك جابر، خلص الاجراءات ونطلع. بسم الله. قاعدين بنوقف. وين رجعنا؟ بنروح ما نجلس وضعنا. يا الحبيب وش الوضع؟ ما عرفنا لك وين بتروح. كم اوقف نشوف؟ ما شاء الله اوقف يسار. ما شاء الله اوقف يسار. ما نشوف شيء. وقف الصوب. بسم الله. أبشركم يا الربع، خلصنا من جابر وهذا اللي بيدخل الأردن. في أزمة بس ماني شايف سرة ولا في سرة. في سرة. شوفني قدام الله يعني. وإلى نصيب بإذن الله تعالى إلى المنفذ السوري. وطلعنا يا الربع من المملكة الأردنية الهاشمية وهذا منفذ نصيب السوري وإلى الجمهورية العربية السورية. شوف وين كنا لما راجع جايين المرة الماضية من 6 أشهر. مكان خضار. شوف الحين كيف سبحانه. شوف حرقت الشمس. وصلنا إلى الحدود السورية يا الربع، وتحية لأهلنا وأحبتنا في سوريا. يلا حيهم يلا حيهم. وهذه الأزمة بس أزمة خفيفة، ما أدري عاد وش الوضع. الله يستر يا رب. وأخيرا بندخل سوريا يا ربع. هذه اللوحة الترحيبية، خلصنا الإجراءات المبدئية على البوابة وإجراءات ثانية. وخلصنا الإجراءات الثانية وإلى الإجراءات اللي بعدها الميزان. ذكروا ذرع الدراجة، كنا نفس اللي المرة الماضية جايين وسحبنا لداخل. يا رب. يقولي ما في أزمة. وش ما في أزمة؟ هذه الأزمة موجودة بس يقولوا إنها أقل عن المرة الماضية. أو حتى قبل العيد كانت الشباب يظلوا 10 أيام. ما شاء الله.
نشوف فيلم بعد النفق. اوه لا شغل هذي فاضي ما في بعض بعد النفق شوفها ما في هنا فاضي يعني شغلة بسيطة فاضية الحمد لله. يلا سهالات سهالات بإذن الله. وين اجي يمين ولا يسار؟ احسن اجي يسار. طبعا دخلنا ساحة الجمركية يا ربع. هذا الزيب يقولنا تعالوا يسار. بسم الله معك. يا الله يا رب. السلام عليكم. وين ابو سعيد؟ وين ابو سعيد؟ وين ابو سعيد؟ راشد القريني موجود اليوم دش الصباح. بس ما اشوف سيارتي ما شاء الله. لوين؟ هذا شكله بغير يرفقني قافلة. هذا ترفيق. انا وين ودني البطل ذا؟ اقول ترى ما ترانزيت انا. تم اوكي يلا. هذا جزاك الله خير. بسم الله خير. جينا يلا شاطين. بسم الله زين. وبعدين وين بنوقف؟ وين بنوقف؟ وين؟ وين بايشلنا؟ هو يقول لي تعال. لا يا رجال صلى على النبي. هذا بيطلعني بمرة شكله. باكر إجازة ورا باكر إجازة. الجمعة والسبت أتوقع يجزوا يا الربع. تخيلوا يومين ما حسبناها صح والله. يلا خيرة. السلام عليكم يا رب. والله ما سوى لهم سالفة. عم يقول لي تعال شكله بيطلعني بمرة ذا يا ريت. لا أبو لها درجة. السلام عليكم. يا صباح الورد يا الربع. شخباركم؟ كيف أصبحتوا؟ يعطيكم العافية. اليوم الثاني. وقفونا الجماعة هني تحت هذا الحنقار أو المظلة. ضبطونا بيض الله وجههم. اليوم الجمعة طبعا. اليوم ما في شغل. بكرة بإذن الله تعالى نطلع. والله سحبت عليك الا رقادي يا ربع. صحيح نحن نتعب في الخط لكن لما نوصل ونحصل فرصه مثل كذا ما نفوت حق النوم. الحين الوجه رايح مع الشباب. وصلوا جالسين هناك رايح لهم عشان نفطر سوا باذن الله تعالى يا رب. والله يا ربع كرم السوريين شيء عجيب يا رجل. هذا جاري زعلان ليش ما جيت اشرب قهوه معه. بيض الله وجهه. بيض الله وجماه غريب عليهم. هذا لك شباب وين واقفين. هذا الموقف كنا مسجل باسمهم. دوم احصل عمانيين هنا واقفين قريب الملحمة. صافطين الارباح ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا صباح الورد. الحمد لله على السلامة. ابو سلطان صباحك ورد حبيب. مرحبا والله. هلا بالحبيب. الله حيا شيخ عمر. سلام صباحك ورد. يا مرحبا. لا 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 وش تسوي؟ درس مفتوح والله. كفو. وش الاخبار؟ كيف اصبحتوا؟ طيب. كيف اموركم؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. متى وصلتوا؟ مغرب عصر مغرب كذا قبل المغرب ما شاء الله. اي والله. والله ما توقعتكم تدشوا صدقوا. والله كفو عليكم. كيف امورك؟ الحمد لله. كيف الامور؟ اقول لك اشتغل طوارئ البارحه. كيف يدوروك العرب من لف القمر كله الشباب؟ لا لا وصلهم بغدا وايش. وصلهم على الغدا. احمد احمد قايله تحت الانقار. زين قلنا لهم للحلال خلاص روح. لا اقول لك انا سحبوني طر لين اخر. قلت ان شاء الله يا رب اني اطلع. يوم شفته وصلنا البوابه قال وقفني تحت الانقار. قلت له عبالي بطلع. قال لا حبيبي بعد بكره. لا بسالكم شو السر كل مرة حصلكم هني واقفين العمانية مسجل باسمكم ذا؟ هذا مرة. ولا قريب الملحمة؟ ختم. ها؟ ختم. العمانيين؟ مرة توقيع وختم. الله يسعدكم. الله يسعدكم يا رب. الله يسعدكم. ولا ضبط قرص ها؟ قرص. والله مدلعنا تراك. كفو عليكم. الله يعطيكم العافية.
الحين قلت لي انت اول مره تطبخ؟ اول مره يا ناس. يا اخي ما زين عليكم هالضعيف رحمه. لا يتعلم مرة باكر وحده زين. ثاني سفرة يا اخي اقل شيء. ماشي ماشي محارب. مرة حارب حار حارب حار يخاف يطير. لا قول دول ما ينترابعوا خلوه يتعلم كفو. وش رايك كلامه صحيح ولا اخافك تهرب؟ اكبر عنك بيوم. لا لا نعم يا الله كفو. صحيح انك تصلح عقيد. ما سميناك عقيد من فراغ. بيض الله وجهكم بيض الله وجهكم. اسماعيل وش الوضع؟ لا يغلبك. ما يغلب. ها؟ ما يغلب. اسميك هجلت بذاك القرص. اول هجلت. عشت 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 بداية موفقة صدق. الله كفو عليك. لا وهو عاجن يعني ما لا كامل كامل والله كفو. سنانة بس يا عمر مدرب سناني مدرب عمر مدرب. لا اثنين اتكم صدق الجلسة فرمليل. الله اكبر قابلين انه بعد بعض عب اثنين انتم ما يروح يحكي اثنين اللي عاد قاعمين له خلوا بصوت. وغيابك لا تعاد ترابعهم. اوه ذا كيك كيك ما شاء الله. وش ذا؟ هذا ها شو قطعته انت؟ قطعته عشان تقلب. ما عرفت تقلبك ذا؟ لا لا الله كفو عليك ما شاء الله بدايه موفقه. لازم الاحتراف. عشت عشت كفو. اوه جهز ها؟ وقبل مسوي شيء قلت لي ها؟ ما شاء الله والله كفو عليك يا سلام. لا لا بندنها الرجال ما عليك والنشيف. الله نعم. يا سلام رتلنا عاد جاهز. الله كفو عليك. تعطوا شهاده شيف ولا بعد تو الناس احسب له نقاط نتعامل بالنقاط نتعامل نقاط. ايوه ايوه يعني كل يعني كل وجبه عليها كم نقطه؟ هذا الحين دبل ست ما شيء. كل وجبه كم؟ هذه الوجبه نادره بس نقطه نقطه ونص بس. والشهاده بعد كم نقطه؟ الشهاده بعد 150 نقطه. بعد 150 نقطه تخيل. عاد من نرجع يعني عاد سنه ونص لازم تتدرب معهم. اهينا نعملها ما ايش هذا عالميه بيعطوك. ابو سلطان غايته غايته نعم برم ها برم حايل كفو ما شاء الله. ابي باله سمن عماني ما قلتوا لي كان بجيب شيء شيء نعم شيء شيء سمن موجود نعم. الله كفو شيء سلام. ها آه وش تضبطوا لنا قهوة بعد؟ ما شاء الله عليكم. اوه موجود ها بس جايبين قاعة خلاص مخلصة. ولا طول الدرب تخرصوا؟ مرة طول الدرب كيف ما اشتى؟ شو؟ الله يعطيكم العافية. ربي يعافيك. يتقوى ابو عبد الرحمن يتقوى. لا زين ما غلط. ها؟ زين. وش ذا؟ سمنة. ما شاء الله، سمنة جامد كان من البرودة ها؟ اي والله. كم الحرارة اليوم؟ يوم 36 لا 26 26 عفوا 26 اليوم آه. تخيلوا ما شاء الله بس الظهرية يمكن يوصل من منتصف 30. تسلم ايدك. خلصت تعب باكر وش بتسوي؟ وايد الخير الله الحمد لله. هناك القهوة يا سلام صح. اوه مع تمر ها ولبنه تمر نوعين سمي مدلوك نحن على نسمي معجون تمر. معجون تمر هناك خلاص هناك خلاص خلاص المملكة ذا ولا؟ المملكة السلام ذهب ما له دواء طاب يا ابو عبد الرحمن. بيض الله والله مدلعين يا الربع انتم صراحة صراحة بخاويكم عدت. ها؟ الله يسلم ايدك تشرف والله. الله يسعدك إيل الشرف إيل الشرف يا داجي راس. الله يجزيك خير. حياك يا ابو عبد الله يسعدكم. بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله يا رب. سموا بالله بسم الله بسم الله.